يمكن بدأت تتمرن في الجيم عشان تبني العضل، ومع أنك ملتزم باستمرار وتتمرن بشكل أسبوعي لكل العضلات، ملاحظ أنك ما قادر تزيد في الكتلة العضلية بالطريقة اللي غيرك جالس يزيدها، أو حتى يمكن صالك فترة طويلة على نفس الأوزان ما قادر تزيد في الأوزان اللي ترفعها. وللأسف هذا الشيء يحصل مع عدد كبير جدا من الناس بسبب بعض الأخطاء اللي ارتكبوها خلال التمرين. بس ما يهمك، لأنه في هذا الفيديو بخبرك عن 9 أخطاء في التمرين شائعة جدا تمنعك من بناء العضل وحتى من زيادة القوة العضلية. والخطأ الأول هو أنك تتمرن بحجم تمرين غير كافي لاحتياج جسمك. شوف، كل عضلة في جسمك تحتاج حجم تمرين معين بشكل أسبوعي، وحجم التمرين عشان أبسطه لك عبارة عن عدد الجولات اللي تلعبها بشكل أسبوعي للعضلة. دراسة في سنة 2019 جابوا فيها 34 شخص وقسموهم إلى 3 مجموعات. المجموعات الثلاثة لعبوا نفس جدول التمرين، بس الفرق أنه المجموعة الأولى لعبت فقط جولة واحدة لكل تمرين، والمجموعة الثانية لعبت 3 جولات لكل تمرين، والمجموعة الثالثة لعبت 5 جولات لكل تمرين. وكل المجموعات تمرنوا 3 مرات بالأسبوع بحيث يغطي التمرين كل عضلات الجسم. وعلى نهاية الدراسة الباحثين شافوا أنه المجموعات كلها بنت العضل، بس المجموعة اللي تمرن كانت 5 جولات في كل تمرين كانت أكثر المجموعات من ناحية البناء العضلي وحتى من ناحية زيادة القوة العضلية. وأكيد بعض الناس الحين بيقول خلاص بروح أتمرن الجيم بأقصى قدر ممكن من الجولات لكل عضلة، بس لا تستعجل، لأنه هذا الشيء ممكن أيضا يسبب لك الهدم العضلي واللي هو التمرين فوق احتياج جسمك، وراح أخبرك عن هذه النقطة في نهاية الفيديو. بس اللي أريدك تعرفه الحين إنه عدد الجولات اللي لازم تلعبها لكل عضلة تتراوح من 10 إلى 20 جولة، والعدد اللي تختاره بالضبط في هذا النطاق العريض يعتمد على مستواك. إذا أنت مبتدئ استهدف إنك تلعب 10 إلى 12 جولة لكل عضلة، وإذا أنت متوسط 13 إلى 15، وإذا أنت متقدم 16 إلى 20 أو حتى 22. بس الحين خلينا ننتقل للخطأ الثاني، وهو تمرين العضلة مرة واحدة في الأسبوع فقط. اللي يحصل لما تروح الجيم تشوف أن كل الناس عندهم جدول تمرين نوعا ما متشابه، يوم تمرين للصدر والتراي ويوم ظهر وباي وإلى آخره. ونعم هذا شيء بيبني لك العضل، لكن لا يعتبر الأمثل لأفضل بناء عضل. دراسة في سنة 2016 من نوعية الميتا أناليسس واللي هي من أقوى أنواع الدراسات شافت أنك لما تمرن العضلة مرتين في الأسبوع راح تبني عضلات أكثر من لو مرنتها مرة في الأسبوع بغض النظر عن حجم التمرين. تخيل معاي، فبدال ما تتبع جدول تمرين صدر وتراي ظهر وباي إلى آخره، جرب أنك تتبع جزء علوي وجزء سفلي، أو مثلا دفع وسحب وأرجل وهكذا. بس الحين خلينا ننتقل للخطأ الثالث، واللي هو يتعلق بالأوزان اللي ترفعها في التمرين. والحقيقة اللي تحصل أني لما أروح الجيم أشوف كثير من الناس يتمرنوا بأوزان خفيفة بتكرارات عالية توصل إلى 15 تكرار في كل جولة. أحسن شيء وزن خفيف تكرارات عالية عشان أحرق الدهون. بس الحقيقة أنه هذا الشخص لما يوصل التكرار رقم 15 في جولته تلاحظ أنه لا زالت عنده قوة كبيرة يعمل تكرارات إضافية، فمعناته التحدي أو الضغط اللي جالس يحطه على العضلة سهل على العضلة وما كافي أنه يبنيها. واللي يزيد من الطين بلة أنه الشخص داخل تنشيف، يعني جالس يأكل أقل من احتياجه وما جالس يحط ضغط كافي على العضلة. تعرف إيش يعني هذا؟ هذه وصفة هدم عضلي. فلا تخلي تمرينك اتباع قوانين معينة بدون ما افكر ايش اللي جالس يحصل في عضلاتي. والحقيقة انه تمرينك في التنشيف لازم يكون نفس التمرين في التضخيم. الشيء اللي يبني العضل في التضخيم هو نفس اللي راح يساعدك تبني العضل او تحافظ على العضل في التنشيف. وعشان كذا حاول انك تخلي 75% من حجم تمرينك الكلي يكون في التكرارات من 6 الى 15، وباقي ال 25% وزعهم بين 3 الى 6 تكرارات باوزان عالية، وبين 15 الى 20 تكرار باوزان خفيفة. بس بشرط مهم جدا انك تختار الاوزان اللي لما تلعب فيها وتوصل لآخر تكرار في الجولة اللي جالس تلعبها لازم يكون وزن يتحداك، بحيث انك لما تخلص التكرارات المطلوبة منك في الجولة يكون باقي عندك طاقة لتكرار او 2 اضافيين فقط. ايوه لازم يكون عندك تكرارات باقية وما تتمرن الفشل العضلي باستمرار، وهذا خطأ ثاني بتكلم عنه قريب من نهاية الفيديو. بس الحين خلينا ننتقل للخطأ الرابع، واللي هو تغيير مستمر للتمارين اللي تلعبها. كثير من الناس لما تروح تتمرن تحصلها تغير التمارين من اسبوع الى اخر بحكم انها تريد تفاجئ العضلة عشان تنمو أكثر. بس المشكلة اللي تحصل في هذا النوع من التمرين انه ما راح يكون عندك قدرة انك تتعلم التمرين بشكل صحيح. يعني تخيل معاي انت اسبوع تلعب مثلا تمرين الديدليفت، والاسبوع الثاني ما تلعب تمرين ديدليفت، والاسبوع الثالث ترجع مرة ثانية بس بطريقة اخرى مثلا رومانيان ديدليفت. هنا انت ما راح تعطي جسمك الوقت الكافي انه يتعلم الحركة بشكل صحيح. تكرار الحركة من اسبوع الى اخر واحيانا في الاسبوع حتى اكثر من مرة من اهم العوامل اللي تساعدك في اتقان الحركة وبالتالي زيادة قوتك فيها، ولما قوتك تزيد فيها
البناء العضلي اللي راح تحصله من التمرين راح يكون افضل، وهذا الكلام ينطبق خاصه على التمارين المركبه مثل البنش بريس والسكوات والديدليفت. وهذا ينقلني للخطا الخامس، وهو التمرين فقط بتمارين العزل. ايش يعني هذا الكلام؟ يعني بيروح لك الجيم وبيلعب فقط على الاجهزه، وفي كثير من الاحيان الاجهزه تمرن فقط عضله معينه عن طريق عزلها، مثل تمرين رفرفه افخاذ اماميه يعزل الافخاذ الاماميه، مع انه هذا بيبني لك العضل بشكل بسيط خاصه اذا انت مبتدئ. على المدى البعيد هذا النوع من التمرين ابدا ما يعتبر الافضل للبناء العضلي، لانه دراسه في سنه 2017 شافت انه البناء العضلي اللي ممكن تحصله من تطبيق التمارين المركبه يكون افضل من البناء العضلي اللي ممكن تحصله من تمارين العزل فقط، مع انه الدراسه ساوت في حجم التمرين بين المجموعات، ومع هذا توصلوا الى هذه النتيجه. بس هذا ما معناته انه تخلي جدول تمرينك بالكامل من الالف الى الياء تمارين مركبه فقط. تذكر ان التمارين المركبه تسبب جهد بدني كبير، وانت مع هذا لازم تغطي حجم التمرين المطلوب منك اللي احيانا ما ممكن تغطيه فقط بالتمارين المركبه. وعشان كذا انصحك انك تخلي اول تمرينين الى ثلاثه في جدول تمرينك يكونوا تمارين مركبه، وبعدها ممكن تدخل تمارين العزل عشان توصل حجم التمرين المطلوب منك للعضله اللي جالس تستهدفها. الخطا السادس، وهذا اكثرهم انتشارا حتى بين الناس اللي صار لهم فتره يتمرنوا، وهو التمرين بشكل عشوائي. يعني ما يفكر الشخص كيف ممكن يزيد حجم التمرين مع الوقت عشان العضله تستمر في النمو، وبالتالي حجم التمرين يظل ثابت باستمرار، وبالتالي البناء العضلي يحصل في البدايه بس بعدين يوصل لمرحله ويتوقف. وعشان تتخلص من هذه المرحله اللي هو توقف البناء العضلي، لازم تدخل مبدا التقدم التدريجي في تمرينك. التقدم التدريجي ممكن يحصل بعدة طرق، منها زيادة عدد الجولات من أسبوع إلى آخر، أو زيادة الأوزان من أسبوع إلى آخر، أو زيادة التكرارات، أو تقليل فترة الراحة وإلى آخر. الخطأ السابع أيضا منتشر بشكل كبير، وهو ممارسة الكارديو بشكل مبالغ فيه جدا، وهذا الكلام ينطبق على الناس اللي تنشف وللضخم. الكارديو مجرد أداة تساعدك في أنك تستهلك سعرات حرارية أكثر، ففي أيام التنشيف إذا ما تريد تنقص سعراتك الحرارية بشكل كبير ممكن تلعب الكارديو عشان يحرق لك بعض السعرات، وبالتالي العجز الكلي يساعدك أنك تتخلص من الدهون. أما أيام الضخامة فأنت أصلا تاكل أكثر من احتياجك، إيش تروح بعدك تسوي كارديو وتستهلك سعرات؟ وعشان كذا اذا انت داخل تضخيم انصحك كثير انك ما تعمل اي كارديو، وتعتمد على تمارين الحديد عشان تبني العضل بالاضافه الى اللياقه البدنيه، لان تمارين الحديد فيها تعب، ما انك جاهز بس كذا تلعبها وانت مرتاح. اما اذا انت داخل تنشيف فانصحك انك تبدا بدون كارديو، ومع الوقت اذا اضطريت انك تنقص من سعراتك اكثر لانه وزنك ثبت ممكن هذيك الساعه تزيد كارديو بدل ما تنقص سعراتك. بس الحين خلينا ننتقل للخطا الثامن، وهو التمرين بنطاق حركي غير مكتمل. هذا ايضا شوفه في الصالات الرياضيه لما خاصة مجموعة من الشباب يتمرنوا مع بعض، واحد فيهم قوي والبقية ما بنفس القوة. ها كابتن؟ لا خليه هذا سهل علي، هذا أنا سخن فيه. تعرف أنا قبل 4 سنوات لما كنت أتمرن قبل ما جين الإصابة. One hour later. شفتني كيف لعبت عليه؟ هذا بعده ولا شيء، بضيف وبزيد عليه الضعف. بس الحقيقة انه هذا النوع من النزول ما راح يساعدك في البناء العضلي بالشكل اللي تتوقعه، وهذا الشيء اللي شافته دراسة في سنة 2020 من نوعية السيستماتيك ريفيو اللي ايضا تعتبر من الدراسات القوية، واللي شافت انه التمرين بنطاق حركي كامل يساعدك في بناء عضلي افضل بكثير، وايضا يساعدك في زيادة القوة العضلية للجزء السفلي من الجسم، اما الجزء العلوي لا زالت الدراسات غير كافية عشان نحكم. ومع هذا في دراسة اخرى شافت انه احيانا التمرين بنطاق حركي غير مكتمل للجزء العلوي من الجسم بتكنيك يعرف بالكونستنت تنشن، هذا التكنيك ممكن اصلا يساعدك في انك تبني عضل اكثر من التمرين بنطاق حركي كامل، لكن هذا التكنيك ما تطبقه على كل التمارين، على بعض التمارين فقط، وراح اسوي ان شاء الله فيديو منفصل خاص على هذا التكنيك لانه يعتبر من التكنيكات القويه جدا اللي غالبا ما سمعت عنها من قبل. فاذا تحب انك تعرف لما هذا الفيديو ينزل لا تنسى انك تعمل سبسكرايب للقناه عشان تعرف اول ما ينزل الفيديو. بس الحين خلينا ننتقل للخطا التاسع، وهو التمرين للوصول الى الفشل العضلي باستمرار. وكثير من الناس زعلوا مني لما اخر مره ذكرت انه هذا النوع من التمرين ليس الافضل من البناء العضلي، وما الومهم لانهم متعودين انهم يتمرنوا بهذا النوع اللي هو التمرين الى الهلاك، التمرين الى الفشل العضلي. بس الحقيقه انه هذا النوع من التمرين له عده سلبيات، واحده من سلبيات التمرين للفشل العضلي، تخيل انت عندك تمرين تلعب فيه 3 جولات، تروح من الجوله الاولى توصل للفشل العضلي، الاوزان اللي راح تتمرن فيها في الجوله الثانيه والثالثه عشان توصل منك التكرار المطلوب اما راح تضطر انك تقللها او راح
تضطر انك تقلل عدد التكرارات المطلوبه منك، وبالتالي انت بشكل تلقائي جالس تقلل من حجم التمرين الكلي واللي هو اهم عامل عشان تبني العضل. بس هذه ما السلبيه الوحيده، لانه في سلبيه ثانيه شافتها دراسه في سنه 2017 لما شافت انه الناس اللي تمرنوا الى الوصول الى الفشل العضلي كان عندهم الاستشفاء العضلي ابطا من الناس اللي لعبوه بدون الوصول الى الفشل العضلي، مع انهم الاثنين بنوا العضل. بس قبل ما اختم هذا الفيديو اريد اخبرك نقطه مهمه جدا عن حجم التمرين الكلي اللي خبرتك عنها في بدايه الفيديو. في بدايه الفيديو تكلمنا وقلنا انه حجم التمرين الغير كافي لعضلاتك راح ياثر على البناء العضلي، ولكن في نقطه اخرى وهو التمرين بحجم تمرين عالي فوق احتياج جسمك. في دراسه في سنه 2018 جابت مجموعتين من الناس، خلت المجموعه الاولى تلعب 5 جولات لكل تمرين، بينما المجموعه الثانيه لعبوا 10 جولات لكل تمرين، يعني حجم تمرين عالي جدا. الدراسه استمرت لمده 12 اسبوع، وعلى نهايتها الباحثين شافوا ان المجموعه اللي تمرنت 10 جولات لكل تمرين قلت عندهم الكتله العضليه وما زادت قوتهم في التمرين، بينما المجموعه اللي تمرنوا 5 جولات لكل تمرين زادت عندهم الكتله العضليه وايضا زادت عندهم القوه العضليه. فالدرس الرئيسي اللي اريدك تاخذه من هذه الدراسه انه الافراط في التمرين ما زين، وايضا التقصير في التمرين ما زين، دائما يكون في نطاق معين هو المناسب لك واللي ذكرته في بدايه الفيديو. مثل ما شفت انه هذا الفيديو وضح لك الاخطاء في التمرين اللي تمنعك من بناء العضل، بس في فيديو نزلته الاسبوع الماضي عن الاخطاء بالتغذيه اللي تمنعك من بناء العضل، فاذا بعدك ما شفته تاكد انك تشوف الفيديو اللي نزلته الاسبوع الماضي عشان تكون عندك صوره كامله بالاخطاء اللي ممكن ترتكبها في التغذيه والتمرين، وبالتالي تتجنبهم وتشوف افضل بناء عضلي. لايك اذا استفدت من هذا الفيديو، ولا تنسى تشاركه مع شخص بالفعل يحتاجه. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم، ويعطيكم العافيه.